مفيش كلام على السوشيال ميديا إلا عن محمد عامل النظافة، وحكاية جديدة لي وهي ارتباطه بمذيعة في التلفزيون مع انتشار صورة ليهم هما ماسكين ايد بعض. المذيعة اللي نشرت الصورة على حسابها على الفيسبوك وكانت حديث الناس على السوشيال ميديا، طلعت في الآخر واتكلمت علشان تكشف حقيقة علاقتها بعامل النظافة. ليه قالت محدش ليه علاقة بحياتي الشخصية؟ وإيه حكايتها وحكاية الضحك والهزار والإعجاب اللي كان بينهم؟ أنا آية يونس وهنعرف تفاصيل أكتر في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت ما كانش في حديث على السوشيال ميديا إلا عن عامل النظافة في واقعة كشري التحرير، والكلام الكتير اللي حصل عن إنه ارتبط بمذيعة في التلفزيون بعد ما ظهرت صورة رومانسية ليهم وهم مع بعض. وقتها طلع كلام واتنشر على إنهم اتقابلوا وحصل بينهم إعجاب وارتباط، ووصل الأمر كمان لخطوبة بينهم، وده اللي أثار حالة من الجدل الكبيرة على السوشيال ميديا بين حقيقة الكلام ده من عدمه. الكل كان بيسأل هي مين المذيعة دي وإيه اللي حصل. المذيعة اسمها غدير أبو خزيم وبتعمل برنامج في قناة الحدث اليوم، وهي اللي بدأت كل ده لما نشرت الصورة الرومانسية ليها مع محمد عامل النظافة من غير ما تعلق عليها حتى. الغريب اللي في الموضوع واللي زود حالة الجدل بطريقة كبيرة على السوشيال ميديا إنها بعد الأخبار عن خطوبتها من عامل النظافة نشرت الخبر على صفحتها على الفيسبوك وعلقت وقالت عليه الفيس كله اتقلب، اهدوا شوية، ما التواضع لله رفعه، بسببكم محمد اعتذر عن حضور مؤتمر المناخ معايا. التعليق بتاعها أوحى للناس إنها بتعلن بشكل غير مباشر عن ارتباطها بمحمد عامل النظافة بالفعل، والكل بدأ يتداول الخبر وينشره بصورة كبيرة. ومع الجدل الكبير المذيعة طلعت وقالت إن الموضوع كله جبر خاطر ولكنه اتقلب بطريقة عكسية، وإن كل الكلام اللي اتقال عن الضحك والهزار والإعجاب حقيقي لكنه كان في إطار حلقة في البرنامج بتاعها اللي عملته مع عامل النظافة. وحصل كلام وضحك فعلا، لكن مع نشر الصورة اتحول الأمر إلى مادة للسخرية. المذيعة قالت إن حياتها الشخصية وهي حرة فيها، وإن الناس هتفهم طبيعة العلاقة بينهم لما يشوفوا الحلقة بتاعتها، لكنها ما كانتش تقصد تعمل حالة الجدل دي، وهي اللي عملته إنها نزلت صورتها بدون حتى ما تعلق عليها. الناس بعد كده قالوا إنهم ارتبطوا وحصل إعجاب وحب من أول نظرة وهم شايفين كده. المذيعة اختتمت كلامها وقالت أنا مش متجوزة زي ما اتكتب عني، ومش هتجوز لأني لسه صغيرة وما فاتنيش قطر الجواز ولا أي حاجة من الحاجات دي، وحتى لو حصل ارتباط ما بيني وما بين عامل النظافة فهو مش عيب ولا حرام.